حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطره بين الجنه والنار فيتقاصون بمظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهذبوا اذن لهم بدخول الجنه فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لاحدهم بمسكنه في الجنه ادل بمنزله كان في الدنيا وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتاده حدثنا ابو المتوكل